معنا من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. مرحبا بك سيد رامي على سكاي نيوز عربية. تصعيد على الحدود الشمالية للأردن مع سوريا اليوم وعمليات اعتقال واستهداف أيضا لتجار المخدرات، كيف تنظرون إلى هذا التصعيد بداية؟ نعم، صباح الخير. دعينا نبدأ من يعني حصيلة القصف الجوي الأردني على مزارع عائدة لتجار مخدرات داخل الأراضي السورية. 5 قتلوا في أحد المزارع، 4 أشخاص، رجل وسيدة وطفلين، لا نعلم إذا ما كانوا من عائلة أحد تجار المخدرات. مزرعة أخرى وهي عائدة لأحد كبار تجار المخدرات في الجنوب السوري، قتل فيها أحد تجار المخدرات، ولكن حتى اللحظة لا نستطيع التأكيد إذا ما هو كان ناصر فيصل السعدي وهو أحد أهم تجار المخدرات في الجنوب السوري، قتل في هذه المزرعة. والغارات حقيقة الأمر الأردنية جاءت أولا بالتنسيق مع الجيش مع قوات النظام، وأيضا جاءت بعد اعتقالات السلطات الأردنية اعتقال السلطات الأردنية لمهربي المخدرات الذين هم الذين أعطوا حقيقة الأمر الأحداثيات عن المزارع التي انطلقت منها عملية نقل المخدرات باتجاه الحدود الأردنية. الاشتباكات هي مستمرة حتى لو لم تكن بحدة الاشتباكات التي كانت أمس الأول أو فجر أمس، ولكن يعني بشكل قطعي المنطقة مشتعلة منذ نحو أسبوع عندما قتل 5 من تجار المخدرات عند الحدود السورية الأردنية في اشتباكات مع القوات الأردنية. بعدها دخلت شحنات، يعني تم إلقاء القبض على شحنات أخرى، ولكن عملية تهريب المخدرات من هذه المنطقة باتجاه الأردن باتجاه دول الخليج العربي مستمرة من قبل هؤلاء من قبل تجار المخدرات العاملين أو المتعاملين فعلا. هي يعني ليست جديدة، ولكن يمكننا أن نلمس هنا تقدما وتطورا نوعيا في عمليات هذه المجموعات التي لم يعد نشاطها مقتصرا على تهريب المخدرات، ولكن نتحدث عن تهريب أسلحة واستخدام لمسيرات. ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ والأخطر يعني الأخطر من عملية تهريب المخدرات هي عملية السلاح الذي تم يعني العثور عليه مع تجار المخدرات من قبل الحكومة الأردنية. هذا السلاح ليس سلاح تجار مخدرات، هذا السلاح سلاح مقاتلين يخوضون معارك في تلك المنطقة. هل بات أمر قضية تجار المخدرات تحول إلى تجارة السلاح وإدخال صواريخ مضادة للدروع إلى داخل الأردن، وقد يكون الأمر يتعلق فيما بعد الأردن أي دول الخليج العربي؟ ومن أعطى الأوامر لتجار المخدرات لنقل السلاح هذا، وماذا يفعل السلاح مضاد للمدرعات مع تجار المخدرات؟ لذلك أقول بأن الأمر بات يتصاعد بشكل كبير جدا من تجارة المخدرات إلى وجود سلاح مضاد للدروع مع تجار المخدرات الذين لم يكن لديهم أو لم يكن بحوزتهم هذا النوع من السلاح. من أعطى الأوامر؟ هل هو حزب الله؟ هل تجار المخدرات باتوا يتجرون في السلاح؟ الى يعني حتى اللحظه الامر مع الذين جرى اعتقالهم من قبل السلطات الاردنيه هم الذين سيعطون معلومات لماذا هذا السلاح النوعي مع تجار المخدرات. تماما، يعني هذا ما ننتظر لمعرفته، ولكن ما الذي اوصل الامور، اعود الى هذه النقطه، الى هذا الحد؟ كان هناك لجنه مشتركه سوريه اردنيه تعمل على الحد من عمليات التهريب، ولكن الواضح انه هذه العمليات ليس فقط انها لم تتوقف ولكنها تطورت اليوم وتوسعت. لماذا فشلت هذه المساعي المشتركه؟ يعني بشكل قطعي السلطات النظام او بعض سلطات النظام ليس لديها سلطه في تلك المنطقه، من يسيطر على تلك المنطقه هم تجار المخدرات ومجموعات مرتبطه بحزب الله اللبناني وجزء من النظام، لكن هناك تنسيق نعم ما بين سلطات بعض سلطات النظام والسلطات الاردنيه، موجود التنسيق، والدليل على ذلك عندما جرى يعني تنفيذ غارات داخل الاراضي السوريه بالتنسيق مع النظام، لكن هل النظام بمجمله هو الذي يشرف على عمليه تجاره المخدرات؟ لا، هناك جزء من النظام مع حزب الله اللبناني هم المشرفين على عملية تهريب المخدرات من داخل الأراضي السورية باتجاه دول الخليج العربي عبر الأردن. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ لأن العملية تصاعدت بشكل أكبر وهم يريدون الحصول على الأموال أو يريدون زعزعة أمن الخليج في هذا التوقيت بالذات. إلى أين برأيك تتجه الأمور بعد هذا التصعيد الأخير، وما هي الخيارات المطروحة للتعاطي مع هذا الموضوع؟
هناك لم يكن هناك عمل من داخل الأراضي السورية ومن داخل الأراضي الأردنية، سوف تستمر هذه العمليات بشكل كامل ولم تتوقف ولن تتوقف. مثل ما قلنا عندما قتل الرمسان استمرت العملية، عملية تهريب المخدرات، لم يقضى على تهريب المخدرات. إن لم يكن هناك تعاون جدي وكامل من داخل الأراضي السورية لن يكون هناك، يعني لا، غير السلطات الأردنية غير قادرة بشكل قطعي على ضبط كامل الحدود، لأن البادية السورية تجار المخدرات هم أعلم بها ويعلمون كيف يتحركون في هذه البادية السورية. هذه التوترات بدأت منذ أكثر من 3 أعوام تقريبا، منذ انهيار الوضع الأمني تقريبا في سوريا. ما الذي يؤخر التعاطي معها وربما إجراء عملية جراحية اليوم من أجل القضاء على عمليات التهريب على طول هذه الحدود؟ يعني أولا الأوضاع الاقتصادية في سوريا هي سمحت لتجار المخدرات العمل بحرية، والانفلات الأمني في سوريا هو الذي أيضا سمح لتجار المخدرات وداعميهم ورعاتهم للعمل بحرية في سوريا. إذا بقيت الأوضاع في سوريا على ما هي عليه وهنا في ظل الفلتان الأمني والأوضاع الاقتصادية، سوف تستمر تجارة المخدرات إلى ما لا نهاية. ما الذي يمكن أن يتضمنه حل إقليمي ربما لهذا الموضوع، بما أن تبعاته كما تفضلت لا تقتصر على الأردن وأمن الأردن ولكنه يطال الدول العربية والخليجية أيضا؟ هل تتوقع تحركا في هذا الصدد بعد التصعيد الأخير؟ ما تحرك من الدول العربية داخل الأراضي السورية لا أعتقد، ولكن إن لم يكن هناك ضغط على النظام السوري من أجل الحد من قضية تجارة المخدرات والضغط على حزب الله للتوقف عن دعم مهربي المخدرات وتجار المخدرات، سوف تستمر هذه العملية. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن، أنت مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من القاهرة.